هذه الدورة الثانية لتكوين دبلوماسيين من جنوب شرق آسيا، دول ما يسمى بدول آسيان، اللي تنطلق معهم كل يوم أربعاء على الساعة الثالثة لتمكينهم من اللغة العربية الدارجة، ولكن كذلك من الحضارة والثقافة المغربية. فلاحظنا أن الدبلوماسيين بصفة عامة ومنذ عدة سنوات إن لم تكن عشريات، أن الدبلوماسيين يأتون إلى المغرب لعدة سنوات ولكن يذهبون كما أتوا، يعني لا يتحدثون بلغتنا العربية الدارجة. وأظن أنهم لهم نظرة حول تاريخ المغرب والعادات والتقاليد والثقافة، يعني من مآرب أخرى. نحن نريد أن نعلم هؤلاء الدبلوماسيين لغتنا وأن نعطيهم نظرة حول الثقافة والحضارة المغربية والعادات المغربية من وجهة نظرنا، وأظن أن هذا شيء مهم ومهم جداً.